المقادير معانا سهلة خالص وبسيطة. احنا معانا كيلو فراخ، كيلو فراخ ده احنا هنضربه في الخلاط تمام زي ما هو كده. انا قطعته بس عشان اسهل عن الكبة، الموضوع يكون سهل ما الكبة ما تعطلش معايا. والمقادير التوابل بتاعتها عبارة عن معلقة جنزبيل، معلقة جوزة الطيب، معلقتين ملح صغيرين، ومعلقة فلفل، كل حاجة معلقة صغيرة. الملح بس هما اللي معلقتين. هنخلط كل المكونات على بعض الفراخ، وبعد كده نضربها في الكبة، نخليها زي الايه زي العجينة بالظبط تمام. وبعد كده هنعمل عجينة التنبورة. عجينة التنبورة دي سهلة خالص، دي اللي بتخلي الحاجة كريسبي. فنجان نشا ذرة، وفنجان دقيق، وفنجان نشا اللي هو الرز تمام، ومعلقة بيكنج باودر، وهنحط عليه شوية المية وهنخلطه، نخليه قوامه تقيل شوية معانا تمام. يلا بينا، هننزل بقى الفراخ اهي عضلة بتاعه، وهننزل عليها بالتوابل. وهنضرب على طول. ودي شكلها خلاص بعد ما ضربناها في الخلاط تمام. هنجهز بقى جنبنا ميه، وهنبدأ نشتغل بقى على طول ايه بالعجينة. يلا طب دلوقتي هنبدأ بقى نخلط العجينة شوية بشوية كده. تمام، نبدأ بقى نعمل العجينة، نشكل الفراخ. شوفوا انتوا حابين تشكلوها الشكل اللي يعجبكم، يعني الحاجة دي ترجع لكم. يعني انا شايف الشكل ده كويس جدا، زي يعني عملتها شكل الصدور الصغيرة، يعني هتبقى شكلها حلو كمان. انتوا حابين بقى الشكل اللي يعجبكم براحتكم يعني تمام. يلا طب خلاص، ده شكلها خلاص اهو بعد ما خلصناها كلها، يعني عمل كمية كويسة كويس تمام. هنبدأ بقى نعمله في العجينة كده اهو. هنغطسهم كلهم في العجينة، هنطلع من العجينة على الزيت على طول، يعني مش ان احنا نطلع ونحط في طبق، لا نطلع في العجينة على طول. احنا دلوقتي هنبدأ ننزلها بقى في الزيت. انا سخنت الزيت واحدة واحدة كده بالراحة عشان الزيت منزلش على حد فينا. الوصفة جميلة جدا، يا رب تعجبكم. بس وما تنسوناش في الاشتراك في القناة، وتعملوا لنا زر الجرس، وتشجعونا كده ان احنا ننزل كل يوم حاجة جديدة ان شاء الله، وحاجة بسيطة كده خفيفة. يا رب بس يكون الفيديو عجبكم وعجب الناس كلها. انا عايز اقول لكم دي بتبقى كريسبي بعد كده بقى، لما بتطلع بتبقى شكلها وطعمها تحفة وريحتها يعني ما شاء الله، الله اكبر. بصوا شايفين اللون، ما تستعجلوش عليها خالص. ولو حسيتوا ان الزيت سخن منكم قوي، وهدوا الزيت عشان تستوي كويس وتاخد لون كويس، ما تاخدش لون بسرعة وتبقى من جوه لسه ما استوتش. تقدروا تشيلوها في الفريزر وتعملوها تاني يوم، بس ما تحطوهاش في العجينة. قبل ما تحطها في العجينة عادي وتطلعها تفك، وبعد كده تسقطها في العجينة عادي وتشتغلوا بقى تاني يوم عادي، ما فيش اي مشكلة خالص. شايفين اللون طالع ازاي، منظره تحفة ازاي وجميل. ودي شكلها خلاص بعد ما خلصت. شايفين بقى، ممكن بقى مايونيز، كاتشب، اللي تحبوه، يعني حاجة كويسة وصحية في البيت هتعمل بالصوت. أرمشه تحفة بجد، جربوها يا رب تعجبكم، وتكون الوصفة سهلة عليكم. متنسوناش بقى في اللايك في الفيديو والإعجاب والاشتراك في القناة. سلام.